السادة ممثلي الصحافة الوطنية، أيها الحضور الكريم، استجابة بالتعليمات الملكية الشريفة وانسجاما مع العناية الخاصة التي مافت أيوليها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بأسرة الأمن الوطني، حيث أصدر حفظه الله الظهير الشريف بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومنحها اسمه الشريف، يشرفني أن أقدم أمامكم هذه الكلمة في وقت عرف انطلاقة قافلة للتواصل الاجتماعي التي تعد أول مبادرة من نوعها في تاريخ العمل الاجتماعي منذ إنشاء مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني السنة الماضية، بل منذ إنشاء الإدارة العامة للأمن الوطني. أيها الحضور الكريم، متولي السيد المدير العام للأمن الوطني مهامه على رأس هذه المديرية العامة مؤخرا، وهو يولي اهتماما منقطع النظير للجانب الاجتماعي الخاص بموظفي الأمن الوطني وأسرهم. ومن بين المبادرات التي قام بها في هذا الباب اعطاءه التعليمات للقيام بدراسة عميقة لتقييم حاجيات الموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، وأمر بالنزول إلى ولايات الأمن ومناقشة قضايا أسرة الأمن عن قرب بالحوار المباشر لمعرفة الخبايا والمشاكل الحقيقية فيما يخص السكن، فيما يخص الصحة، التربية، التكوين، الترفيه وكل ما له علاقة بالجانب الاجتماعي، الأمر الذي أثمر هذه الجولة التي نقوم بها عبر ربوع المملكة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، والتي بحول الله ستكون لها نتائج طيبة على مستقبل العمل الاجتماعي. أيها الحضور الكريم، إضافة إلى غايتها التواصلية، فإن هذه القافلة لها غاية ثانية تتجلى في تقديم المؤسسات البنكية والعقارية لمضامين اتفاقيات الشراكة المبرمة مع المديرية العامة للأمن الوطني، مع فتح المجال لكم من أجل الإجابة على تساؤلاتكم واستفساراتكم عن التسهيلات والامتيازات التفضيلية والخدمات المقدمة لكم. فاليوم تحط هذه القافلة الاجتماعية الرحال بمدينة وجدة العزيزة بعد أن عرفت انطلاقتها الاثنين الماضي من مدينة تطوان مرورا بطنجة، قنيطرة، مكناس وفاس، حيث عرفت المحطات السالفة أجواء حماسية كبيرة من قبل موظفي الأمن الوطني والمتقاعدين الذين قدموا بكثافة للقاء هذه القافلة التي يحضرها إلى جانب ممثل مجلس التوجيه والتتبع سي كود. هذا المجلس الذي يسهر الذي يقدمه أمامكم ممثل مجلس التوجيه والتتبع منتخب هذه القافلة التي يحضرها إلى جانب ممثل مجلس التوجيه والتتبع، هذا المجلس الذي يسهر على مراقبة عمل لجنة المديرية وعلى التدابير والإجراءات المتخذة والإنجازات المحققة، ويمدها بالاقتراحات الكفيلة بنجاح مهامها. ولا يمكن أن يقوم هذا المجلس بنشاطه بكيفية جدية وسليمة إلا بتعاون تام مع ممثلي المؤسسة وممثلي المديرية بالجهات، ونحن كلجنة مديرية فخورون بدور هذا المجلس لأننا نجد نحبذ التعامل في إطار استراتيجية هدفها خدمة الموظف الشرطي المزاول والمتقاعد وكل ذوي الحقوق في إطار من الشفافية والوضوح. أيها الحضور الكريم، لقد عرفت جولات هذه القافلة بمختلف الولايات الأمنية التي زارتها جوا من التواصل المفعم بالأمل والتطلع إلى غد أفضل، حيث عبر خلالها الحاضرون من موظفين ومتقاعدين وأرامل عن آرائهم ومقترحاتهم وكل ما يختلف صدرهم بكل صدق وشك، شاكرين توجه سيد مدير العام للأمن الوطني في هذا المنحة الاجتماعي الغير المسبوق والذي يأتي تحت إشرافه، وتفضل بإعطاء انطلاقته شخصيا من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة يوم 14 سبتمبر من هذه السنة. وبهذه المناسبة السعيدة وباسم السيد مدير العام للأمن الوطني أوجه الشكر لجميع موظفي الأمن الوطني على ما يبذلونه من مجهودات في سبيل استتباب الأمن وضمان الاستقرار والطمأنينة لهذا البلد الأمين، كما نوجه الشكر للمتقاعدين
على ما بذلوه من تضحيات أيام ومزاولاتهم لمهامهم بصفوف الأمن. وأخبرك بأن السيد مدير العام للأمن الوطني الذي نحمد الله على توليه هرم قيادة هذه المديرية العامة يعدكم بالمزيد من المكتسبات والبحث عن مكتسبات اجتماعية في شتى المجالات، وعلى الخصوص جانب السكن، جانب القروض، جانب الصحة، الترفيه والاستيار. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحبة السمو الملك الأميرة للة خديجة، وشد عضده بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد أسرة الملكية الشريفة. إنه للدعاء سميع وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن باب الأسئلة مفتوح. ممكن أعطي الكلمة لممثل المؤسسة السيد عبود. تفضل ممثل مجلس التوجيه وتتبع ليعطي الكلمة وتلقى الكلمة كاشة. السلام عليكم. سعيد عبود عضو مجلس التوجيه. سعورون أننا تنشاركوا في هذه القافلة التواصلية، وإحنا في مدينة وجدة، والجهة الشرقية دائما كنلاحظوا أنها جهة استثنائية، لأن الحمد لله ولي أمن استثنائي، رؤساء مصالح جهوية استثنائيين، وفيها أطر كفء الحمد لله. فخور أننا بين ظهرانكم كاسم مجلس التوجيه والتتبع، وحي الجميع. في البداية أنا لن أضيف كثيرا لما قاله السيد المراقب العام السي عبد الحق العادلي مدير اللجنة المديرية المؤسسة، وسأقوم فقط بشرح ولو بسيط لما هي المؤسسة. فمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية كما تفضل السيد عبد الحق العادلي وأشار أن السيد المنصور بالله أعطى أمره مطاع لإحداث مؤسسة اجتماعية وسماها وأعطاها اسم جنبه الشريف، ونص عليها الفصل 26 من القانون الأساسي لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني. الفصل 26 كيتحدث على إحداث هذه المؤسسة، وهذه المؤسسة تحمل اسم جناب الشريف. هذه المؤسسة تضم الإدارتين، الإدارة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. تضم موظفي المديريتين ومتقاعدي المديريتين وأرامل المديريتين وذوي الحقوق من المديريتين. فصل 26 جاء في النظام الأساسي ديال فبراير 2010. من بعد نزل النص اللي كينظم المؤسسة اللي هو لا لوا 08 اللي صدرات في جويليه 2010. فالمؤسسة كتكون مجلس التوجيه والتتبع. مجلس التوجيه والتتبع يترأسه السيد مونيدريس العلوي مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني حاليا، وفيه 12 ديال الناس، 6 ديال المنتخبين و6 ديال المعينين، منتخبين على الصعيد الوطني و6 ديال المعينين كيمثلوا أنحاء مختلف أنحاء المملكة. فالمعينين المنتخبين كانت بدات انتخابات 2011، باش تعرفوا كيفاش بدات المؤسسة وكيفاش جات، انتخاب واحد عمر جبار، كاين جنود خفاء وأطر كفء بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكذلك المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ودارت انتخابات على الصعيد الوطني. هذه الانتخابات تكلات بفوز 6 ديال الأطر، وهما الآن أعضاء مجلس التوجيه والتتبع اللي كيترأسوا كما قلت مهندس العلوي. وكاين 6 ديال المعينين من طرف الإدارة، كاين ممثل المتقاعدين اللي هو ولي الأمن السابق مدير التقنية سابقا السي مصطفى البشري، وكاين مع المنتخبين ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وكاين إطار أيضا في 6 ديال الناس الآخرين اللي كيمثلوا الإدارة. تحت هذا المجلس هذا كاين اللجنة المديرية. هذه اللجنة المديرية فيها 3 ديال المؤسسات، كاين مدير اللجنة المديرية اللي هو السي عبد الحق العادلي، والنائب ديالو هو السي العريشي من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كاين مؤسسة الكتابة العامة، كاين الكاتب العام، كاين نائب الكاتب العام، وكاين المراقب المالي
الامين المال وكاين نائب الامين المال. دونك اللجنه المديريه هي لو شيفي اوفغيير ديال المؤسسه. هذه اللجنه المديريه يسيرها ويديرها وينسق بين انشطتها السي عبد الحق العادلي اللي تفضل قال كان يكون امام حضراتكم. حنا 16 جهه مشينا مع المشروع ديال الجهويه الموسعه اللي نضى به صاحب الجلاله نصره الله وايده. فعندنا 16 لجنه جهويه للتتبع. كاينه الجهه الشرقيه ممتله السي بن طيب تهامي، تفضل قدام السي بن طيب. السي بن طيب تهامي هو رئيس اللجنه الجهويه للتتبع، هو الممثل ديال المؤسسه على المستوى الجهه الشرقيه. وكاين السي هشام شادلي، تفضل السي هشام شادلي. وكاين السي رابح داودي، السي رابح داودي هو كيدار في المجلس، هذا المجلس مصغر للمؤسسه في الجهه الشرقيه. وكاين السي سليم السامي، كاين السي سليمان البرهمي، وكاين السي دريس فليتي اللي هو ممثل هو رئيس المصلحه الولائيه للمنطقه التحرير الوطنيه. وكاين السي فيصل أفقير هو نائب رئيس المنطقه الامنيه الاقليميه بالناظور، وان تلقى فيها ان شاء الله ستحل رحاله لمدينه الناظور فهو لمجلس. هاد الناس هادو هما اعضاء اللجنه الجهويه للتتبع. رئيس اللجنه الجهويه للتتبع هو السي التهامي، وبطبيعه الحال اللجنه الجهويه تعمل تحت رئاسه اللجنه المديريه وكتنسق مباشره مع اللجنه الجهويه، وهي اللي كتمثل المؤسسه على مستوى اقليم الجهه الشرقيه. سي بن طيب التهامي هو رئيس اللجنه الجهويه للتتبع. غادي نفتح واحد القوس وغادي نخليه يقدم لكم الاخوان كما قال السي العادل رئيس اللجنه المديريه باش تعرفوا فين قبل نتوجهوا. هذه المؤسسه ديالنا جميع، للمتقاعدين، للموظفين، للارامل، لذوي الحقوق، المؤسسة تنصب على العمل الاجتماعي. وسيدنا عطانا هذه الفرصة تاريخية الله ينصرو. السيد المدير العام للأمن الوطني الله يجازيه بخير أخذ المبادرة وأمر بانطلاق هذه القافلة يوم 14 أكتوبر من المعهد الملكي للشرطة، وشاركوا فيه جميع ممثلي الجهة الجهوية والمصالح الإدارية الاجتماعية من جميع الجهات. وبدات الانطلاقة كما سبق الذكر من طرف السي عبد الحق العادلي من المنطقة الشمالية، ونحن الآن هنا بين دورانكم. طبعا نقدم الكلمة لأحد الإخوان باش يعرفوا الناس عاد من يجيو، حتى الصحافة الجهوية تعرف معاهم التحديات. السلام عليكم. نقدم الأعضاء ديال بن طيب تهامي رئيس المصالح الاجتماعية ديال الأمن بالجدة، في نفس الوقت رئيس اللجنة الجهوية للجهة الشرقية ديال محمد السادس للأعمال الاجتماعية. كاين السي رابح رئيس دائرة وهنا موجود عندنا في الجدة عضو اللجنة الجهوية. كاين السي هشام شادلي رئيس الهيئه الحضاريه بوجده وفي نفس الوقت عضو ديال اللجنه الجهويه هادو موجودين في بوجده. السي سليم قسامي عضو اللجنه الجهويه وجد المنطقه ديال الامنيه ديال بركان. وكاين السي استيما ابراهيمي عضو اللجنه الجهويه ورئيس البريكاد ديال لابيجي في سعيديه. دونك هاد الاعضاء راه مقسمين تقريبا